شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم لإمداد مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية بالهيدروجين الأخضر والكهرباء المتجددة اللازمين لإنتاج الأمونيا الخضراء. وأكد الملا أن قطاع البترول يتمتع بإمكانات متميزة وقدرات كبيرة، خاصة في مجال البنية التحتية، ويحرص دائما على العمل ضمن منظومة تعاون وترابط مع القطاع الخاص لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن قطاع البترول المصري يتمتع بفرص استثمارية كبيرة يجب أن تحسن استغلالها بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة.